بحق القسم تحت ظل العلم، بأرضي وشعبي وناري الألم، سأحيا فدائي وأمضي فدائي وأقضي فدائي إلى أن أعود. طوفان الأقصى خطوة نحو التحرير، على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات وأم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. الصمود والعزة لأهل فلسطين وغزة بإذن الله. حلقة جديدة من جرينتا، أهلا بكم. تعود أيام المنتخب الوطني من جديد من خلال التوقف الدولي الحالية وبطولة دولية رباعية نستضيفها في عمان بمشاركة منتخبات إيران وقطر والعراق يوم الجمعة نصف النهائي الأول بين قطر والعراق، والثاني منتخبنا مع إيران، والفائز من كل مواجهة بيلعب النهائي الثلاثاء، والخاسران بيلعبوا بنفس اليوم مباراة تحديد المركز الثالث. وخلينا بهالمناسبة نستذكر شوي بعض من المباريات التاريخية من وجهة نظري للمنتخب الوطني، مثل أصعب مباراة واللي كانت أمام اليابان في ربع نهائي كأس آسيا بالصين 2004. المنتخب كانت أول مشاركة له بالبطولة وتمكن من التأهل للدور الثمانية ووقع مع اليابان، بس العكس اللي صار، اليابان كانت وقعتها سوداء إنها لعبت معنا، اتقدمنا عليهم بهدف محمود شلباية، بعدين عادلوا النتيجة وراحت المباراة بالانتيات رغم إنه ضيعنا فرص وكنا ند للساموراي، لكن لعنة ركلات الترجيح وقتها بعد ما تقدمنا بالنتيجة بركلتين، الحظ عاندنا بعد حادثة تغيير المرمى وانقلب الفرح لحزن، وهاي كانت أصعب مباراة في تاريخ المنتخب الوطني. أما أحلى مباراة كانت بكل تأكيد مباراة أوزبكستان بالملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي لكأس العالم 2014. مباراة الذهاب انتهت بعمان 1-1، وأنا هون بدي أحكي عن مباراة الإياب اللي تلقينا فيها هدف أول 5 دقائق وعدلنا نتيجة بنفس الشوط ورحلت ركلات ترجيح، ويومها انقطع البث وصرنا نسمع فيها بس من دون صورة، وفوزنا بنتيجة 9-8 بعد ركلات ترجيح دراماتيكية، وتأهلنا لأحسن مكان تصفيات كأس العالم الملحق النهائي مع الأوروغواي. مباراة كانت فرحتها هي الأجمل بالنسبة لي حتى اليوم. أما الأسوأ فهي مباراة فيتنام بدور ثمن النهائي لكأس آسيا 2019. كان منتخبنا بحسب كلام محللين وغيره أنه غير مرشح للتأهل عن مجموعته، بس خالف كل التوقعات وفرحنا وتصدر بفوزه على أستراليا وسوريا وتعادل مع فلسطين ليواجه فيتنام المنتخب المجهول وقتها. احنا ارتفعت سقف طموحاتنا كثير بالبطولة، بس ما قدرنا نحافظ على تقدمنا بالنتيجة ولا قدرنا نضبط أعصابنا بركلات الترجيح، ودعنا من المباراة ما كنا حاسبين حسابها، كنا حاطين بعيننا وقتها نص النهائي أقل إشي. نتيجة فيتنام وتعطينا درس قاسي بكرة القدم لليوم بنتذكره. وإذا لاحظتوا فإنه جميع المباريات انتهت ضربات ترجيح، يعني بنصنع التاريخ أو بنصنع علينا من هالبلنتيات. وخلال الأيام الماضية هاي الصورة من ملعب نادي سلتك الاسكتلندي الداعم والمناصر الدائم للقضية الفلسطينية، وهاي الصورة من مباراة القادسية والعربي في الدوري الكويتي. فبتمنى تكون دخلت لاعبي منتخبنا الوطني بالبطولة الرباعية هم موشحين بالكوفية الفلسطينية، وما أعتقد منتخبات زي قطر والعراق وإيران كمان ما تشاركنا بالفكرة. وقبل ما أسكر ملف المنتخب قبل 10 سنوات وأكثر كان يكون في ترويج للمباريات المهمة للمنتخب بصورة عظيمة، مثلا هاي الصورة ترويج لمباراة اليابان كان يجيبوا روابط المشجعين واللاعبين وبوستر للمباراة بكل مكان في الأردن، كان في اهتمام كبير بالمباريات المنتخب من الجمهور أكثر من الأندية بعكس الآن. أتمنى تفعيل هذا الأمر من دائرة التسويق من اتحاد الكرة المرحلة الجاي، خصوصا أنه مقبلين على كأس آسيا. ما يصنع نجم المنتخب الوطني موسى التعملي مع مونبلييه الفرنسي أقسم بالله شيء جميل يا جماعة وقد لا يصدق. اللاعب أول موسم له بدوري من دوريات الخمس الكبرى ويسجل 5 أهداف حتى الجولة السابعة، وآخرهم هدفين أمس بمرمى كليرمون فوت. ميسي ما قدر يعمل هاي الأرقام بأول موسم له مع باريس سان جيرمان، أنت متخيل أنه بس متقدم عليه بصدارة الهدافين بس كيليان مبابي وبراسيدو 7 أهداف، علما بأنه المباراة أوقفت بدقائق الأخيرة وما انحسب أمرها حتى موعد تصوير الحلقة. حق علينا الفخر بالموهبة الأردنية المميزة ونتمنى أنه يواصل التعملي تألقه ولكن مع منتخب النشامة، وأن لا يكتفي تألقه فقط مع نادي. بنعرف أنه طريقة اللعب وفرق الإمكانيات والأجواء مختلفة تماما بين المنتخب والنادي، بس عشان تكون نجم مميز لازم تبدع مع الطرفين. ميسي اللي هو ميسي ما رضيت عنه جماهير الأرجنتين غير لما جاب الكوبا وكأس العالم لبلدهم. مرة أخرى الإيفواري فرانك كيسيو خلال عام واحد يؤذي ويهزم الفرنسي كريم بنزيما، وما أشبه اليوم بالبارحة
بس احنا عن شو بنحكي؟ عشان تفهموا اكثر، الاهلي حسم ديربي جده على الاتحاد الجمعه الماضي بهدف بقدم الدبابه الايفواريه كيسي، واللي منح من خلاله الفوز الاول للاهلي على الاتحاد من 3 سنوات بدوري روشن السعودي. بس هاي مش المره الاولى اللي بقتل فيها كيسي منافسه بنزيما، لا، في مباراه الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونه من شهر 3 لهي السنه كيسي سجل هدف الفوز القاتل للبلوغرانا وساهم بخساره بنزيما مع فريقه. هاي القصه بتذكرني بين حمد الله ورونالدو لما فاز حمد الله عليه فتره صغيره مرتين، مره مغرب وبرتغال بكاس العالم ومره اتحاد ونصر بكاس السوبر السعودي. وسؤال حلقتنا لليوم، مين اللاعب اللي سجل هدف في مرمى اوزبكستان من منتخب النشامه بمباراه الاياب؟ الاجابه لو عرفتها مكانها بالتعليقات. وقبل الختام لا تنسوا تتابعوا شبكه منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لايك على الفيسبوك وفولو على الانستغرام وسبسكرايب على اليوتيوب، واستنونا في الحلقه الجايه معي انا مهند جويلس. دمتم في امان الله والى اللقاء.